السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ركز معايا كويس قوي عشان اللي هنقوله ده كلام مش جديد خالص. يا سيدي أهلا بيك، ركز بقى معايا علشان خاطر جرامر الوحدة بتاعت يونت 10 اللي هي بعنوان The News، بيتكلم عن Past Perfect، زمن الماضي التام، زمن مش جديد نهائي نهائي. يمكن نضيف بس عليه شوية تريكات بسيطة كده، اللي هو يعني إن شاء الله بإذن الله تستوعبها سهل برضه. الماضي التام ده يا جماعة هو عبارة عن زمن بيستخدم عشان يقولك ان في حدثين تموا في زمن الماضي، واحد فيهم تم قبل الاخر. اللي تم قبل الاخر ده اللي هو الاولاني، يعني خليه ماضي تام. الوصف حدثين تموا في الماضي، الاول منهم الاقدم منهم هنخليه ماضي تام، طب الاحدث هنخليه ماضي بسيط. اذا في علاقة ما بين زمن الماضي التام والماضي البسيط موجودة عندي في الفيديو بتاع النهاردة ده. العلاقة دي يا جماعة بنسميها علاقة ترتيب، علاقة ترتيب، يعني حدث تلا حدث او جه بعده حدث، الاول ماضي تام، الاحدث او الثاني ماضي بسيط. طب شكل الزمن عندي عامل ازاي يا جماعه؟ الراجل هنا مكتوب لي على البورد بعد الفاعل هاد بلس الباست بارتيسيبل. طيب لو الجمله عندي مبنيه للمجهول او الباسيف بعد الاوبجكت اللي هو طبيعي يعني في بدايه الجمله في المبني المجهول بعد الاوبجكت هاد بين بلس الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث. بستخدمه عشان اعمل ايه؟ الكلام ده لخصناه في البقين دول، لوصف حدث تم في الماضي قبل حدث اخر. خلاص بقى فهمنا الحوار دلوقتي. مثال كده ظريف قوي، الراجل بيقول لي فيه ان I wrote the homework، انا كتبت الواجب that my teacher had asked me to do، ان المدرس بتاعي طلب مني اني اعمله. بالله عليك بديهي كده، حد فينا بيعمل واجب من غير ما المدرس بيطلب منه والمصحف بنتحايل عليكم او على الطلبه يعني اقصد صح القول، ومحدش بيعمل برضه. بس خلينا نشوف ان طالب محترم قال لك بص يا استاذ انا عملت الواجب اللي حضرتك قلت عليه، اهو انا بقى قلت الاول صح كده فخليته ماضي تام، وبعد كده حضرتك كتبت اللي هو الحدث الثاني او الاحدث فخليته ماضي بسيط. في بقى علاقه تانية خالص ما بين زمني الماضي البسيط والماضي التام، بتتلخص في شويه الروابط دول. مين بقى الروابط دي؟ افتر، بعد، ها، as soon as، when، طيب once، the moment، في اللحظه التي او في تلك اللحظه، before، قبل، by the time، بمرور الوقت، by the time. شاف شويه الروابط دول، تحس انهم ماشيين الاعصاب على بعض كده يا جماعه، بيتلموا مع بعض في زمنين لازم يبقى عكس بعض في حاجه. طب مين عكس مين بقى؟ بص يا سيدي، بعد ما تصلى على حضره النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنقول الحوار ده كده، موهوب رسم انا عارف، ايه اللعبة ده؟ هنهزر؟ لا يا باشا ابدا، كل ما في الامر ان مجموعة الروابط الاولى من اول كلمة افتر مرارا باسن از وين وانس بيجي بعضهم الحدث الاول او الاقدم اللي هو الماضي التام اللي هو بيتكون من هاد بلس التصريف التالت. بعد كده الحدث اللي بعد كده بيبقى الثاني في الحدوث او الاحدث اللي هو زمن البوست سيمبل اللي هو الماضي البسيط اللي بيتكون من التصريف الثاني للفعل. الاثنين دول بقى بيفور وباي ذا تايم العكس، يجيني بعدهم الحدث الثاني، الاثنين يعني الماضي البسيط الاول، الماضي البسيط الاول باست سيمبل، وبعد كده اللي هو الاحدث، ها، وبعد كده الحدث الاقدم او الاول اللي هو زمن الماضي التام. ركز بقى معايا كويس قوي في الكلمتين اللي هقولهم دول تاني. طب يا مستر انت كده كتبت الروابط على اساس ان انا هبدا بيهم جملتي وبعدها جملتين، يعني هو الروابط جه في اول الجملتين، طب فرض ان الروابط ده جه في النص ما بين الجملتين هنا، ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه، اللي بعدهم ثابت والتاني هو اللي بيبقى الاولاني. معنى كده ان كلمه افتر لو جت في النص اللي بعدها الماضي التام بس البسيط هو اللي بيبقى قبلها، لو بيفور جت في النص اللي بعدها ماضي بسيط بس التام اللي بيبقى ايه بعدها. طيب من ضمن الروابط اللي يعني نذكرها جمله كده مع الحوار هو تل وانتل، تل وانتل بمعنى حتى او لغايه. شرط استخدام الرابطين دول يا جماعه وعلاقتهم بزمن الماضي التام ان بيجي قبلهم ماضي بسيط منفي اسمها نيجيتد باست سيمبل، ماضي بسيط ماله منفي، وبعدهم بقى الزمن بتاعنا اللي هو الاقدم اللي هو الباست بيرفكت الا وهو زمن الماضي التام. عايز بس اقف معاك سيكه كده في الحته دي، خلي بالك الماضي البسيط المنفي ده ماشي مش هو بس الفاعل didn't
بلس الانفينيتيف ده شكل، ده ممكن يبقى الماضي البسيط المنفي ده، هو بدايه الجمله عندي بالاوبجكت اللي هو المفعول، وبعدين وزنت اذا كان المفعول ده عندي مفرد او ويرنت اذا كان المفعول ده عندي جمع، بلس التصريف الثالث، دي صيغه ثانيه. ده مش كده وبس، ده انا ممكن كمان اجيب جملتي مبدوءه بفاعل واحط كلمه ريفيوزد تو اللي هي رفض ان تو وبيليها الفعل في المصدر، ما هي نفي برضه يا جماعه، ما الرفض نفي. تخيل بقى ان الماضي البسيط المنفي بيجيني تحت واحد من الثلاث اشكال دي، بس بشرط انك تركز في بدايه الجمله مبدوءه بفاعل او بمفعول. خلاص كده. وهنا طبعا الماضي التام لا يخفى عليكم تركيبه، احنا لسه قايلينه هنا قدام شويه. بقى امثله كده بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، بص يا سيدي، هو انا لو جيت وقلت لك after I had checked my email I went to bed، بعد ما عملت تشيك على الايميل بتاعي رحت انام. طب يا جماعه هتركز كده فتلاقي ان انا عندي هاد تشيك ماضي تام، وده الحدث الاقدم، وده الطبيعي يعني، انت فاهم، انا طبيعي لما بنيجي قبل ما ننام بنعمل تشيك على كل حاجه حوالينا، منها احنا طبعا عشان مرتبطين بالميديا فبنعمل تشيك على الحاجات دي الاول، وبعد كده ماضي بسيط او بروح انام. طب كلمه افتر دي جت في النص يا جماعه، جت في النص، ايه اللي بيحصل؟ هيجي بعدها برضو ماضي تام، وده اللي هيكون قبلها، يعني الجملة عندي هتبقى I went to bed after I had checked my email. طب أنا عندي كلمة before، طبعا بقيس على كلمة after ده يا جماعة بقى، يعني هو after و as soon as و when و once و the moment، نفس الروابط بتيجي في نفس المكان بنفس الاستخدام. طب أنا لو قلت كلمة before هنعكس بقى، هنعكس بقى، هتجيب الحدث الأحدث، الأحدث الثاني، فبتقول before I went، معلش I went to bed، وانت التصريف الثاني يا جماعه، to bed I had checked my email هتلاقي كده بكل بساطه ماضي بسيط اللي هو الحدث الاحدث، وبعد كده هتلاقي had والتصريف الثالث ده الحدث الاقدم. في تلو انطيل بقى انا عايزك تركز معايا علشان خاطر هروح جاي رازع لك جمله اختياري كده، ركز معايا فيها. طب القاعده قدامك اهو باينه زي الفل، تعالى بقى بيقول لك يا استاذ، طيب شي سبيس تمام هيت تل شي هاد ميد ا ميستيك، وراح جاي قايل لي didn't wasn't weren't doesn't. لما تيجي تفكر في حل جملة زي دي عينك دايما على الرابط اللي موجود عندي ده، الراجل ده هو مفتاح كلمة السر اللي هيخليني افهم الجملة. طب انا لقيت تل وبعدها ماضي تام، فبقول هنا بيجي ماضي بسيط منفي، حلو قوي. هيجي في ذهنك انك تحط كلمة didn't ولا wasn't ولا weren't ولا doesn't، احدد الاول كلمة شي هنا يا جماعة دي فاعل ولا مفعول. عارفين يا جماعة من ضمن الجمل حقيقي الجملة دي ممكن تربك ناس كتير قوي، عارفين ليه؟ لان كلمة hit دي او الفيرب hit ده يا جماعة hit التصريف الاول زي الثاني زي الثالث، الثلاثة عندي واحد، فاللي هو انت ممكن تعتقد ان انا اشوف دي مصدر فاحط didn't، لا طبعا غلط. شوف السياق بتاع الكلام ماشي ازاي، هي ما ضربتش حتى ارتكبت خطا ولا لم تضرب حتى ارتكبت خطا؟ يعني هي الفاعل في الضرب وهي برضه اللي اخطا، طب هي اخطات يبقى هي اللي هتنضرب. اذا دي عندي هي المفعول مش الفاعل، واحده من الحاجات اللي بتخدع شويه، نجيب لك شكل فعل معين قد يكون الاول والثاني والثالث شبه بعض، شبه بعض، لكن سياق الجمله هو اللي بيحدد لي اذا كان اللي في قال الجمله ده فاعل ولا مفعول. طب انا عندي الجمله هنا ايه؟ مفعول. يا ترى هي ما ضربتش حتى اخطات؟ لا، هي ما ضربتش او لم تضرب، اسف يعني، حتى ايه؟ اخطات. فبالتالي يا استاذ مفعول، فبستخدم كلمه وزنت وده التصريف التالي، ما هو هيت. حلو كده، ركز بقى في النقطه عشان ما تسرحش. طب في جمله ثانيه بقى ممكن تخدعك، صح يقول لك ايه بقى؟ يقول لك يا استاذ هي didn't buy books، ما اشتراش كتب، space
The shop, المحل had been closed. كان مغلق. وراح جاي ما بين قوسين كده قال لي until when as so. الجماعة هواة الحفظ يا جماعة، هواة الحفظ الحفيظ، يقول لك بص ده ماضي بسيط منفي وده ماضي تام يا أستاذ، يبقى اديله until. طب ما تفهم الجملة الأول يا ابن الحلال، افهم الجملة الأول. هي حفظ؟ حفظ، هروح على until على فكرة صح. طب فهم بقى، ما أنا لازم أعرف معنى الرابط اللي هستخدمه، هيناسب السياق ولا مش هيناسب. يا جماعة هو الإنجليزي بيمشي بالسنس، والله جزء كبير جدا بيمشي منه بالسنس. فلما أقول لك he didn't buy books، ما اشتراش الكتب، تمام كده، المحل كان مقفول، يعتبر ده سبب وده نتيجة ولا ايه؟ العكس. دي نتيجة ودي سبب، نتيجة وسبب. يبقى انسب رابط عندي هو كلمة آز يا جماعة، بمعنى لأن المحل كان مغلقا، صح كده؟ لما يشتري الكتاب، لأن المحل كان مغلق، مش لما يشتري الكتاب، حتى المحل كان مغلق، مش ماشي بالمعنى. نيجي بقى نقول يا سيدي بعد ما نصلي على رسول الله، تركة كده مهمة قوي قوي قوي. ايه هي التركة دي؟ التركة دي بيقول لي يا مستر انا عندي كلمة وين ممكن يجي لي بعدها ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط، او العكس بسيط وبعدين تام. انا بقى كده معلش هتلخبط، والله ما هتلخبط ولا حاجه، تعال بقى اكملك عشان الخبطك انا اكتر. ممكن احط هنا بسيط بسيط، ممكن استخدم بسيط مستمر، ده انا ممكن استخدم مستمر مستمر، ده انا ممكن استخدم مضارع بسيط او مضارع تام، وهنا ويل والمصدر. واحد يقول لك على فكره يمكن اكتر حاجه ممكن نميزها هي الاخيره دي. عايزك بعد ما تصلي على رسول الله تركز معايا كويس قوي، عشان الكلام اللي شافه قدامك ده شغل علاقات. يعني ايه علاقات يا استاذ؟ معارف يعني؟ لا، علاقات. ايه علاقه الماضي التام بالماضي البسيط؟ قال لك لو فهم من سياق الجمله بعد وين ان في حدث تم قبل اخر، ماشي، فبستخدم تام مع بسيط، ودي اسمها علاقه ترتيب، يعني واحد تم الاول والتاني بعده، خلاص. طب بسيط تام نفس الكلام، والله يا جماعه برضو علاقه ترتيب. طب انا اعرفها ازاي يا استاذ؟ انت هتجنني يا اخي، ده انت عندك اصلا الكلام كله بقى ام سي كيو، يعني انت فاهم، بقى اختياري، ما عادش فيه اي، يعني لو شفت مثلا وين وبعدها ماضي تام فبديهي هروح على الماضي البسيط. طب شفت وين ولقيت ماضي بسيط، نقف سيكه بقى هنا ثانيه صغيره، لو انا عرفت ان بعد ان الحدث ده هو اقدم من ده فبخليه ماضي تام. يعني العلاقه عندي مش فارقه انا مين اللي جاي بعد وين الاول، القصه عندي ان انا اعرف الحدثين دول ايه نوع العلاقه اللي بينهم، هل ده علاقه واحد قبل واحد فاستخدم ماضي بسيط مع تام، او تام مع بسيط، مش فارقه. يعني انا هبدا بمين الاول ده مش شغلتي، القصه في ان انا مش هبدا بمين، القصه ان انا هستخدم مين مع مين. فعلاقة الترتيب يعني واحد تم أقدم من واحد، يبقى تام بسيط سواء أنا بدأت بتام أو بسيط تام سواء أنا بدأت بسيط، مش فارقة. طيب بسيط مع بسيط دي اسمها يا جماعة علاقة تزامن، علاقة تزامن. تزامن يعني إيه؟ يعني الاتنين عندي بدأوا في نفس اللحظة، ما بقولش يا جماعة بيحصلوا مع بعض، أنا بقول بدأوا لحظة البداية مع بعض. طب بسيط مستمر دي اسمها علاقة انقطاع. يعني إيه انقطاع؟ يعني معناها إن واحد شغال في أمان الله اللي هو أخينا ده، راح جاي واحد مبوخ عليه تاني وجه في نصه. جه في نصه، مش شرط يكون قطعه بس جه في نصه، يبقى بسيط مع مستمر. طب مستمر مع مستمر دي اسمها علاقة استمرار. يعني استمرار يعني كلا الحدثين شغالين مع بعض في زمن الماضي. مضارع بسيط مع تام دي علاقة احتمال حدوث الفعل في المستقبل، ملاش علاقة يعني، بس انا بسميها علاقة احتمالية. ويمكن اكتر حاجة تقدر تميزها انت لو شفت وين وبعدها مضارع بسيط هتروح على ده، لو شفت وين وهنا نقط وفي هنا ويل هتيجي على ده. انما القصة كلها في شوية الماضي اللي مع بعضها كده. وهنا بقى بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل جمله اختياري قدامك اهي، قدامك اهي، تشوز اهي، ركز بقى يا رب تحلها يا سيدي. الجمله بتقول لك ايه؟ بتقول لك وين اي، وين اي سويتشد، خلي بالك انت، اون ذا انجن
switching on the engine دي يعني لما جيت اشغل المحرك ده وين يا جماعه اهي وادي switched on ده ماضي بسيط يا جماعه اهو خلاص كده طيب اه معلش اسف it space much noise much ايه much noise much noise يعني دوشه كتير راح جاي بين قوسين كده راح جاي اللي بص يا سيدي هقول had made ماضي تام ها was making ماضي مستمر تمام made طيب will make بالله عليك يا شيخ بالله عليك تخيل معايا وارمي الجمله دي في ارض الواقع كده وعيش الدور كانك انت اللي راكب العربيه او بتشغل محرك معين وعايزك كده تشوف العلاقه ما بين وانت بتشغل المحرك والصوت اللي بيعمله العلاقه اللي بينهم علاقه ايه في دول علاقه ترتيب اختار ماضي تام يعني مثلا عارف ماضي تام ده معناه ايه معناها ان عمل صوت الموتور الاول قبل انا بشغل منطقي تمام نختار ماضي مستمر ماضي مستمر يبقى دي غلط ها نختار ماضي مستمر يبقى معناها ان صوت الموتور كان شغال وانا شغلت في نص تشغيل الصوت ما هو علاقه الماضي المستمر بالبسيط كده انك واحد مستمر وده حصل في نصه يبقى التشغيل كان شغال وبعدين دورت في نص التشغيل ايه الكلام ده تخريف ده صح اما مش واقعي خالص ولا منطقي اصلا يبقى مش نافع طب ميد ايه رايك ايه ميد دي ده التصريف الثاني ماضي بسيط زي ما دي ماضي بسيط تدور كده وتفكر شويه تلاقي ان في نفس الوقت اللي بتدوس فيه على ستارت مثلا على ستارت بتاع العربيه عندك او بتشغل بالمفتاح مثلا زي حالات انا كده في نفس وقت التشغيل الموتور بيعمل صوت يعني الاثنين بيبداوا مع بعض في نفس اللحظه صح يبقى دي علاقه تزامن وقت ما بدوس على تشغيل وقت ما الموتور بيعمل صوت فدي اسمها علاقه تزامن شفت بقى اللعبه عامله ازاي عندي افهم بقى مش مساله حفظ وخلاص ده مين ده يا جماعه الكلام اللي بيخص عندي وين اللي بيخص وين طب ركز بقى معايا كويس قوي كده عشان هندخل على جزئيه تانية احنا ممكن نقلب الروابط حروف جر يعني كلمه افتر دي ممكن اقلبها حرف جر قال لك اه على فكره عادي تقلبها حرف جر وتجيب بعدها خلي بالك بقى يعني ايه حرف جر يعني انا مش اجيب بعدها فاعل فاعل ممنوع يا جماعه ها ممنوع في الحاله دي يا جماعه لو حذفت الفاعل اجيب الفيرب بلس اي ان جي بيساوي كلمه افتر في المعنى حاجه اسمها هافينج حاجه اسمها هافينج ايه هافينج اعتبرها كلمه افتر في المعنى كده وما بيجيش اصلا بعدها فعل وبيجي الباست بارتيسيب التصريف الثالث طب على فكره بقى انا ممكن احط بعدها بين والتصريف الثالث انت بقى اجيب هافينج تصريف ثالث وبين والتصريف الثالث هقول لك انا بالتفصيل دلوقتي بس انا عايز بس يعني اربطك معايا بالعباره دي اقول هافينج والتصريف الثالث لو كان الكلام عندي في الجمله عايد على فاعل بين والتصريف الثالث لو كان الكلام عندي عايد على مفعول هجيب لك مثال دلوقتي ثلاثه في حاجه اسمها عندي يا جماعه immediately on immediately on معناها على الفور immediately on ودي بيجي بعدها هو ما فيش بعدها فعل اصلا بس بيجيني الفيرب بلس اي ان جي برضه طيب في حاجه عندي اسمها shortly after shortly after برضه نفس الكلام ما بيجيش بعدها فعل بيجيني الفيرب بلس اي ان جي طب في عندي يا استاذ كلمه before ايوه before قبل في حاله عدم وجود الفعل بجيب الفيرب بلس اي ان جي ايه الفرق بقى ما بين الليله دي كلها بص يا جماعه الفرق عندي ان من اول كلمه افتر تمام كده هنا الحدث الثاني او الجمله الثانيه هيكون فيها زمن ماضي بسيط ما انا خلاص بقى يعتبر الماضي التام اللي هنا انا حليت بالفعل المضاف لان جي محله اما بيفور عندي لما يجيني الفعل بلس اي ان جي فيبقى الحدث الثاني عندي ماضي تام ماضي تام ركز بقى معايا الله يصلح حالك جملة اختياري كده هنختبر بعض الدنيا هتمشي ازاي معايا هل اي جيرند يحل محل اي جيرند لا طبعا يا جماعه خاصه في الفرق ما بين كلمه بيفور وافتر المعنى مهم قوي قوي عندي بس انا عايز ابدا معاك بالنقطه الرخمه بتاعت هافينج امتى اجيب تصريف ثالث وامتى اجيب بين والتصريف الثالث وانا لو جيت وقلت لك كده هافينج سبيس هيز كار he traveled عايز اقول بعد مصلح عربيته سافر having space it could لا اله الا الله لا اله الا الله
having space it could run fast. Having repaired, having been repaired. شغل دماغك بقى معاك كويس قوي. الكلام هنا في التصليح طبعا هيبقى عايد على الشخص اللي بيصلح، هيبقى عايد على الفعل اللي قام بالإصلاح، فهقول having repaired. طب هنا بقى having نقط it could run fast، كانت بتجري أو جريت بسرعة بعد الإصلاح. الكلام هنا عايد على العربية اللي صلحت؟ لا، العربية اللي صلحت في الوقت ده أقول كلمة been repaired. been repaired. يبقى الفكرة عندي في الجملتين إن أنا هنا بقول بعد ما صلح والكلام عايد على الفعل هو اللي قام بالإصلاح، وهنا قلت بعد ما صلحت الكلام عايد على العربية اللي هي المفعول عندي مناقع لها الإصلاح. طيب نكمل بقى مع بعض نقطة تانية، جملة اختياري بيقول لي فيها إيه بقى؟ بيقول space going to bed قبل ما راح ينام he checked his email. رجع حط لي كلمة after before تمام كده، وعندي كلمة while، عندي as soon as. لما تيجي تبص كده بعد النقط هتلاقي في فيرب بلس اي ان جي، صح؟ ده يخليك تقول ان دي صح ودي صح ودي صح. يمكن تستثنى دي ليه بقى؟ لان انا عندي دي ما بيجيش بعدها فيرب بلس اي ان جي، بيجي بعدها جمله كامله يعني، بس تلاقي الثلاثه كده لو ما فيش فاعل بيجي بعدهم فيرب بلس اي ان جي، ده حاجه معروفه. ولكن يلزمني مين بقى هنا؟ يلزمني المعنى. تخيل وشيء من القاعده، اللي عايز يحل جملة زي دي يا جماعة بيعمل ايه؟ اللي عايز يحل جملة زي دي الأول بيركز في المعنى. ما هو أصلا أنا ممكن بالشكل كده تلاقي إن التلات روابط دول ينفع لو مفيش فاعل في الجملة يجي بعدهم جيرند. الأخيرة دي هنستثناها لأن أس ون أس بيجي بعدها جملة كاملة، يعني أيا كان الزمن بقى بس جملة كاملة. طب أنا أعمل ايه؟ إلجأ للمعنى، بعد، قبل، بينما أو أثناء. بالله عليك هتروح على مين؟ شوف الجملة بتقول لك الذهاب إلى النوم أنا فحصت الإيميل بتاعي. أقول بعد، بعد مرة يعني أنا مثلا بعد الذهاب إلى النوم بفحص مثلا وأنا تحت البطانية. طب تنفع وايل بينما، يعني وأنا بسكع مثلا كده أو بنام على السرير مثلا كده بفحص الإيميل، ولا قبل؟ ليه بقى اخترت كلمة قبل؟ المعنى، والله المعنى، يعني قلت لك التلاتة واحد بس معنى مين اللي يتناسب مع السياق بتاع الجملة. طيب نصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي في شوية روابط كده بيستخدموا مع الماضي التام بس، يعني ما بنشوفهمش الا كان في ماضي تام في الجملة. الروابط دي مين بقى يا جماعة؟ حاجة كده اسمها لم يكد حتى، خلي بالك من الكلمتين دول، لم يكد حتى. تعالى بقى، أول كلمة عندي بمعنى لم يكد no sooner، حتى بتاعتها اسمها ذان، لم يكد حتى. ها طيب هاردلي، وين، سكيرسلي، وين. طيب ركز بقى معايا الله يبارك لك. It was only when، بس بيجي معاك كلمة that. It wasn't until، بيجي معاها كلمة that برضو. الرابط ده يا جماعة لها عندي استخدامين في الزمن. الاستخدام الأولاني إن أنا ممكن أبدأ بيها جملتي، بس لاحظ بقى الفرق وخلي بالك من دي كده. التلات رابط دول لما يجيني الماضي التام اللي بعدهم هيجيني على شكل سؤال، طالما أنا هبدأ بيهم الجملة. يعني ايه شكل سؤال؟ يعني انا هبدا بهاد وبعدين الفاعل ثم التصريف الثالث. طب دول لا، لا العكس. يعني العكس يعني يجيني الماضي التام على شكل خبر، يعني ابدا بالفاعل وبعدين هاد بلس التصريف الثالث.
الكل بقى يتجمع مع بعضه في ان بعد ذان او ون او ذات يجيني هنا ماضي بسيط ما في اي مشكله نهائي. شو بقى الفرق عندي؟ نوصل الهارد سكيرسلي بتبقى الجمله عندي على شكل انتروجاتيف استفهاميه. طب it was only when it wasn't until كان الجمله خبريه. الفرق ما بينهم عشان بس تركز معايا لازم انت ملاحظ نوصل بيجي معاها مين وهارد سكيرسلي بيجي معاها مين و it was only when it wasn't until بيجي معناها حتى بمعنى ايه. يعني انا لو جيت وسالت كده قلت لك عزيزي الكويس hardly space English when انا اسف بقى في دي يا جماعه when I grasped at once. grasped يعني فهمت في الحال وراح جاي ما بين قوسين قال لي بص يا سيدي I had studied. طب had I studied. طيب بص يا سيدي I was studying. بالله عليك هتعمل ايه؟ قاعدة امامك والسؤال امامك برضو عادي مش هنقول خلفك فيلا وريني هتعمل ايه؟ حاجة بسيطة يا مستر السلام هاردلي بيجي بعدها ماضي تام. ما هو في اتنين ماضي تام يا حبيبي. لا معلش الماضي التام عندي بيجيني على شكل سؤال. ايوه تقصد دي. ايوه اقصد دي يا سيدي. طب انا لو خلي بالك بقى شفت انا عملت هنا تمام خلي بالك من النقطة دي قوي مهمة قوي يعني وارد ان يجيب لك سؤال تاني يروح جاي يعمل لك نقط هنا ويقول لك هاردلي بيجي معاها مين يبدأ بنوسونر في اول الكلام ويعمل لك نقط يقول لك نوسونر بيجي معاها مين وارد يبدأ بيتوازن تانتيل في اول الكلام ويقول لك بيجي معاها مين فركز. طب انا لو جيت وقلت it wasn't until that I slept يا دوب هذاكر نمت وجيت في الاختيارات وقلت it wasn't until I have studied had I studied I had studied. ايوه يا سيدي ايوه يا عم هنعمل ايه؟ يا مستر يا لا مؤاخذه ما انت مش كاتب القاعده فوق واحنا عمي يعني ما خلاص it wasn't until يجي بعد ده ماضي ما احنا عارفين ماضي تام بس المره دي بقى الماضي التام يا مستر مش هيجيني على شكل سؤال زي ما جه بعد كلمه هاردلي هيجيني على شكل خبر اللي هو انا هبدا بالفاعل اهي راح فين؟ I had studied. لا مش دي خالص اهي اهي انا هشرح ولا هركز ما تركزوا معايا يا جماعه معلش انا اسف ليه عشان كده ماشي يا سيدي رجع تاني وقال لك ايه بقى قال لك طب على فكره انا ممكن الروابط اللي انت حضرتك قلتها دي ما ابداش بيها جملتي يعني انا مش شرط عندي بالبلدي كده ان انا اروح جاي بادئ بدول فاقول الكلام مش ممكن ابدا بيهم ممكن ما ابداش بيهم يعني ممكن احط قبلهم فاعل وبعد الفعل ده احط كلمه هاد خلاص وبعدين خد بقى عندك no sooner hardly scarcely انت معايا ولا ايه مصحصحين scarcely وبعدين اجيب بعدهم الثلاثه التصريف الكام الثالث ثم طبعا دي بيجي معاها then دي بيجي معاها when دي بيجي معاها when وبعد كده الماضي البسيط الماضي البسيط يعني اقول I had no sooner انا لم اكد studied صرف الثلاثه يا جماعه then اللي هي بتيجي مع no sooner I slept يا دوب هفتح الكتاب نمت حالنا جميعا صدقني. طيب تكة كده بسيطة الكتب أحيانا ما بتكونش ذاكراها تركة كده بسيطة إيه هي؟ التركة دي بتقول لي إيه بقى؟ بتقول لي هل تعلم؟ بتقول لي هل تعلم إن أنا ممكن في وجود نو سونر وأخواتها بقى عارفين نو سونر أنتوا؟ نو سونر وهاردلي وسكيرسلي أنت مش قلت لنا يا مستر إن الجملة عندي بتيجي سؤال اللي هو هاد فاعل تصريف ثالث ده صيغه استفهام
او ممكن استخدم ديد فاعل انفينيتيف، تخلي اتنين عندي صح. طبعا انت عارفين ان سونار بيجي معاها ذا، بقى خلاص بقى عشان ما نرضاش نكتب كل شويه يا جماعه ذان وهنا وين وهنا وين، وبعد كده ماضي بسيط الناحيه الثانيه خلاص. يعني انا جد على ان انا ممكن استخدم دي، ممكن استخدم دي، عشان كده صعب قوي ان الاختيارات تيجي فيها ده وده مع بعض. الكلام ده لو انا ايه هبدا الروابط دي في اول الكلام. طب انا يا استاذ معلش بقى ممكن نطبق التريكه دي لو الجمل دي او الروابط دي هبدا قبلها بفاعل؟ عينيا. هتعمل ايه بقى حضرتك؟ ممكن اقول فاعل تمام، وبعدين احط مين بقى؟ بص بص بص، احط هيد. احنا اتفقنا ان انا احط هيد اصلا، لا انا ممكن ما احطش هيد بقى، وراجع حاطط مثلا نو سولر وهاردلي وسكارسلي خلاص. ركز معايا. طب انا وجود كلمه هاد دي خلينا استخدم البوست بارتيسيبل. طب انا ممكن اقول بعد الفاعل الرابط دي على طول، وقتها استخدم ايه بقى؟ ايه التصريف الثاني؟ يعني ممكن فاعل هاد نو سولر تصريف ثالث، وممكن اقول فاعل من غير هاد وهم الروابط دي بعدها التصريف الثاني. دي هنا التصريف الثالث صح؟ دي التصريف الثاني. وطبعا عارفين بقى نو سولر مع ذان والقصه دي كلها. طيب عايز اختم جملتي او الزمن بتاعي بحاجه مهمه خلاص بقى. ايه هي؟ هو انا ممكن افهمه من خلال السياق، يعني من غير بقى روابط ولا الكلام الكتير ده. قال لك ممكن تفهمه على فكره من خلال السياق. ازاي يعني؟ بص الجمله دي يا سيدي، الراجل بيقول لك when I left home، لما انا سبت البيت وخرجت، انا ايه بقى؟ I realized، ادركت، I thought، ما اعتقدت، I remembered، ايه بقى؟ افتكرت، I forgot، ايوه مالها؟ نسيت، forgot يا جماعه، expected، توقعت، I supposed، افترضت. لو انت ملاحظ هتلاقي ان الافعال دي كلها بنسميها بالانجلش افعال الادراك، اللي هي بمعنى يفهم وما سواها، يعني بمعنى يدرك وما سواها. ممكن اقول understood، بس دي كتبتهم بالماضي ليه؟ هقول لك كتبتهم بالماضي ليه. القاعده بتقول لي يا عزيزي الطالب، لو لقيت جملتين عندي في زمن الماضي ولقيت في النص ما بينهم واحد من الافعال دي، واحد من الافعال دي، لازم الجملة الثانية تكون زمن ماضي تام. يعني الجملة بتقول لي when I left، خلي بالك من left دي، ما الماضي بسيط، لما سبت البيت I realized، أدركت، بص 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 بص، أدركت إيه بقى؟ I had put، حطيت my wallet، المحفظة بتاعتي on the table، على الإيه بقى؟ على الترابيزة. لما تيجي تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده وتيجي تبص معايا في تحليلنا البسيط المتواضع للكلام ده، حضرتك تخيل نفسك كده خارج من البيت، انت خارج من البيت تمام، وبعدين بعد ما خرجت ادركت، يبقى الخروج عندي تزامن مع الادراك عادي وانا بره البيت، عشان كده قلت ده ماضي بسيط وده ماضي بسيط. بس الفعل ده نفسه بقى وجوده بالصيغه دي يجبرني بقى ادركت اني نسيت المحفظه. اقف كده معايا ثانيه، هو انا نساني المحفظه كان امتى من خروجي من البيت؟ نساني المحفظه كان امتى من خروجي من البيت؟ لا، هو انا خرجت الاول على فكره يا استاذ، انا خرجت الاول. لا يا فندم، ما خرجتش الاول، انت خرجت وادركت مع بعض الاثنين في نفس الوقت اوكي، بس نسانك للمحفظه دي بقى كان قبل ما تخرج من البيت صح، او وضعك للمحفظه على الترابيزه كان قبل ما تخرج من البيت، يعني ده الحدث الاقدم قبل الخروج، فخلينا ماضي تام زي ما حضرتك شايف كده عزيزي الطالب. كلمه وين دي يا جماعه؟ زي ما حكينا عنها كتير قوي فوق كده في اول الفيديو، عايز اقول لك ان لو ما فيش بعدها فاعل ممكن اجيب بعدها الفيرب بلس اي ان جي، وهي في الوقت ده يا جماعه بتساوي حرف الجر اون برضو في المعنى، خلي بالك اللي اصلا كده كده ما بيجيش بعديه فاعل وبيجي بعديه فيرب بلس اي ان جي او نون. يعني من الصعب ان الاثنين يتجمعوا في اختيارات، ايوه من الصعب ان الاثنين يتجمعوا في اختيارات عاديه تمام، من الصعب. لما يجي يقول لك سبيس سينج ماي فريند، space seeing my friend I shook his hand، shook his hand يعني ايه بقى؟ سلمت عليه مظبوط. ورجع في الاختيارات كده قايل لي while، during، when.
شفت حضرتك الفعل بلس اي ان جي انجنيت، قلت بلاش يا سيدي كلمه ديورنج، عارفين ان هي بيجي بعدها اسم صح، يبقى ده اسم. تيجي بقى تقول طب ما دي بيجي بعدها فيرب بلس اي ان جي، ودي برضو نفس الكلام فعل مضاف لاي ان جي لو الجمله ما فيش فيها فاعل. صح، برافو عليك. ما تبص للمعنى يا نجم. يعني ايه ابص للمعنى؟ يعني الرؤيه دي بتاخد وقت. لا مش فاهم يا استاذ، تقصد ايه يعني حضرتك؟ اقصد ان كلمه وايل ووين الاثنين بيجي بعدهم الجيرند، بس ده له افعال معينه بيستخدم قبلها وده له افعال معينه. كلمه وايل حتى بمعناها اللي هي بمعنى اثناء او خلال او بينما، تحس ان يلزمها فعل حاجه اسمها لونج تيرم فيرب، يعني فعل كده له طويل المدى، يعني فعل بياخد وقت في حدوثه. يعني انا اقول مثلا وايل بلاينج، وايل بلاينج ام سوري، اقول وايل بلاينج، وايل واتشنج، وايل ايتنج. انما كلمه وين دي ما يجيش بعدها فعل قابل للاستمرار انه ياخد وقت طويل. يعني انا اقول وين سيينج اللي هي صح، اقول وين ميتنج تمام كده، طيب وين شيكينج اللي هي الافعال القصيره في استخدامها، وده السبب اللي خليني اختار كلمه وين مش اختار كلمه وايل. لحد هنا ان شاء الله باذن الله يا جماعه يكون انتهى الجرامر بتاع اليونت 10. اتمنى يا رب تكون استفدت. لو انت اول مره تشوفني الزقنا اشتراك وادينا لايك بايديك الجميله الحلوه ديت، وشير لاي حد في ثانيه ثانوي. وان شاء الله باذن الله استنى فيديو الكلمات الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله.